الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم، اهلا بيك. دكتور عبد المنعم، النهارده خلاص يعني الموافقه، ماذا تعني الموافقه بشكل مبدئي؟ الحقيقه النهارده احنا كنا بنناقش مشروع قانون الخاص باصدار قانون المجلس الصحي المصري. نعم. وقبل ما نتكلم بس ادي فكره بسيطه، ان احنا في السنوات الاخيره الحقيقه كلنا بنسعى الى يعني تحسين مستوى الخدمات الصحيه في مصر، واللي طبعا بيحكمنا في ده الماده 18 من الدستور اللي هي بتنص على حق جميع المواطنين في العلاج بخدمه طبيه متميزه ذات جوده طبقا لمعايير الجوده العالميه. وده بيتطلب مننا ان احنا نحسن كل الخدمات الصحيه سواء من حيث الانشاءات او من حيث العنصر البشري. نعم. واهم حاجه في العنصر البشري اللي هو الناحيه العلميه. انا هاجي لحضرتك في العنصر البشري لان عندي كلام كتير مع حضرتك محتاجه افهمه. اتفضل. تمام. اتفضل. فكان من هنا لازم ان احنا يكون عندنا طبعا بعد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد اللي يعتبر واحد من اهم القوانين في تاريخ مصر المعاصر. نعم. واللي بنسعى له من اكتر من 20 سنة للأسف بنسعى له وما حلفناش الحظ ان هو يتوافى عليه، وطبعا كان في ارادة سياسية من القيادة السياسية على هذا القانون. وبالفعل تم اصدار القانون. نعم. ده بيتطلب مننا ان هو نكمل المنظومه الصحيه واللي من ضمنها المجلس الصحي المصري. طيب انا عايزه اتناقش مع حضرتك في حاجه واعتقد ان هي ليها علاقه مباشره بهذا المجلس. تمام. لانه الخبر من سكاي نيوز بيقول امتيازات وحوافز حلول مصريه لمواجهه هجره الاطباء. الاطباء المصريين بيسيبوا البلد وبيطفشوا. ليه؟ احنا عندنا 60% من الدكاترة طبقا للإحصائية، والرقم اللي اتقال من وزارة الصحة الأستاذ أحمد السبكي قال انه 60% من الدكاترة بتسيب البلد وبتمشي. هل في حل في هذا المجلس لمشكلة هجرة الأطباء؟ وأنا برضو عايز أسأل حضرتك دكتور عبد المنعم في البداية، أطباء المصريين بيسيبوا البلد وبيتفشوا ليه؟ بص حضرتك، هو زي ما حضرتك بتقولي عشان نحل المشكلة لازم نبحث عن جذور وأسباب المشكلة. نعم. أسباب المشكلة هي بتتمثل في ثلاث حاجات رئيسية. نعم. خاصة بالأطباء اللي هي رقم واحد العامل المادي، وطبعا ما حدش يختلف على العامل المادي المهم بالنسبه لحياه اي حد. اي حد، مش الاطباء فقط، لاي حد. اه بالظبط. نعم. رقم اثنين مستوى التدريب. رقم ثلاثه الناحيه الادبيه والاجتماعيه. لو انا وفرت الثلاث حاجات دول، ثلاث حاجات دول يا دكتور عبد المنعم، دول توصلتوا ليهم ولا دول مع مناقشه الدكاترة مع بعض عرفتوا ان دول الثلاث اسباب الرئيسية؟ تمام. للهجرة. تمام. بالظبط. دول الثلاث حاجات الرئيسية. فاحنا دلوقتي القانون ده هو هيحل مشكلة كبيرة جدا جدا اللي هي مستوى التدريب، لان عشان انا برضو يعني مش كفاية ان انا ادي للطبيب دخل مادي وهو عايش في بيئة غير صحية بالمرة خالص. يعني سواء من حيث المنشأة اللي بيشتغل فيها او من حيث مستوى التدريب. نعم. لان للاسف الشديد الطبيب كان بيتخرج من كليه الطب بيقضي سنه امتياز، بس سنه امتياز غير كافيه تماما للتدريب. بعد كده بيروح على يا اما وحده صحيه يا اما مركز طبي، مركز رعايه صحيه اوليه، ما بيلاقيش حد يعلمه. مش عايز اقول لحضرتك ان هو بيتعلم من اي حد موجود بقى، سواء كان طبيب غير متخصص، حتى ممارسه الاعمال اليوميه من التمريض، فطبعا كان شيء مأساوي بالنسبه للاطباء. بيتعلم من التمريض الدكتور اللي في الامتياز؟
مش بيتعلم يعني بيعرف ايه الاجراءات اللي بتتم من خلال العمل. طبعا هو مش هيتعلم منها الطب، لكن بيتعلم منها الاجراءات والممارسات اليوميه اللي بتتم في الوحده الصحه. نعم. لكن كمستوى تعليم تدريبي طبي لا، ما كانش فيه. فمن هنا فكرنا في موضوع التدريب الالزامي، يعني فتم انشاء هيئه التدريب الالزامي. كويس. يعني ايه هيئه التدريب الالزامي يا دكتور؟ معلش، يعني يعني الدكتور لما يتخرج ياخد سنه امتياز، وبعدين بعد كده في صدر سنه 2016 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 الخاص بانشاء الهيئه المصريه للتدريب الالزامي عشان تدريب الاطباء. يتدرب قد ايه؟ مده مش كافي. مده قد ايه؟ ده مش كافي. ماشي. يتدرب مده قد ايه بعد سنه الامتياز؟ بعد سنة الامتياز بالتدريب اللي هو بيخوض بيه، اللي هو بيجتازه علشان يمارس مهنة الطب بعد كده، عشان ياخد رخصة بعد كده. لقينا ان ده برضه مش كافي. ليه مدة؟ اقصد ليه كمان سنة، ليه كمان سنتين تدريب؟ ليه مدة ولا ملوش مدة؟ لا، ما فيش مدة معينة يعني. وبرضه للأسف الشديد ما كانش مجدية. لانه برضه ما كان ايه يعني ما كانش الطبيب زي ما حضرتك تقول كده، ما فيش مده محدده، ما فيش معايير للتدريب ده، ما فيش معايير للمدربين، ما فيش معايير للمحتوى التدريبي، المنهج التدريبي، ما كانش في اي حاجه خالص، هي مجرد بس اسم فقط. فمن هنا فكرنا في انشاء المجلس الصحي المصري اللي هو بديل للهيئه دي. نعم. والمجلس ده عبارة عن اللي هيقوم بالعمل فيه ثلاث حاجات. مجلس الأمنة ومجلس إدارة وأمانة المجلس. الثلاث حاجات دول هم اللي هيقوموا بعمل المجلس كله. كل هيئة من دول متحدد لها اختصاص معين ولها تشكيل معين، ولأهمية المجلس ده بيتبع مباشرة رئيس الجمهورية. طيب سيادة النائب، معلش استحملني بعد إذن حضرتك، لأنه احنا بنتكلم في دكاترة، بنتكلم في طبقا للأخبار، احنا بنقول إنه عدد الخريجين من كليات الطب 9000 طبيب بشكل سنوي، تمام؟ 60% منهم من الأطباء خارج البلاد، وأكثرهم بدول خليجية، تمام يا فندم؟ تمام حضرتك. احنا طول عمر الدكاترة المصريين وطول عمر الطبيب المصري بمختلف التخصصات مطلوب ومرحب بيه في الخارج، مش كده برضو ولا ايه؟ تمام. وشروط الخارج هي شروط قوية جدا، يعني المعايير اللي كان بيسافر عليها الطبيب المصري برا معايير مش قليلة ومش هينة، معايير قوية جدا. تمام. وما كناش وصلنا لفكرة 60% من الدكاترة اللي بتهاجر. النهاردة مع كل التطور اللي بيحصل الجديد، المعايير بقت أشد، والشروط من الخارج طبقا لكل دولة وشروطها بقت أصعب، ومع ذلك الدكتور المصري بيلاقي نفسه برا ومش لاقي نفسه هنا. معلش استحملني شويه. زي ما قلت لحضرتك، هل ما انا هقول لحضرتك هل التلاته دول، انك توفر له التقدير المادي وانك توفر له التقدير المعنوي اللي انا لسه هناقش حضرتك في التقدير المعنوي اللي هو ايه، وانك توفر له التدريب، ما هو كان زمان برضو بيسافر وهو بنفس الطريقه دي، يعني وهو نفس طريقه التدريب دي، ما كانش في حاجة بتتغير وهو بيسافر برضو بنفس الطريقة دي، ليه بيلاقي نفسه بره ما بيلاقيش نفسه هنا؟ يا فندم، ما هو بيسافر لأن أصلا البيئة الصحية في أماكن تقديم الخدمة كانت غير ملائمة لعمل الأطباء. فكان الطبيب بيضطر إن هو يسافر لأنه بيلاقي نفسه بره، بيلاقي نفسه في بيئة صحية سليمة، وبيلاقي عائد مادي كويس، وبيلاقي تقدير ادبي واجتماعي كويس. ايه التقدير المعنوي بقى؟ ده الادبي والاجتماعي. التقدير المعنوي ان نظره المجتمع
للطبيب. ايوه. هل انا هسال حضرتك سؤال، هل نظره المجتمع للطبيب في الوقت الحالي زي زمان لما كان بيتقال عليه الباش حكيم؟ ما ده حضراتكم اللي ادرى الموضوع. لا طبعا تختلف تماما. تختلف تماما طبعا. زمان طبعا يعني نظرة المجتمع للأطباء دلوقتي ما بقتش نظرة إيجابية، ما بقتش نظرة احترام، ما بقتش فيها تقدير. بدأت تتحسن بعد المجهود الكبير اللي اتعمل في أزمة كورونا، ودور الدولة العظيم في مواجهة أزمة كورونا، ودور الأطباء والأسهم الطبية بالكامل في أزمة كورونا. ده يمكن هو اللي خلى نظرة المجتمع للأفضل عن زمان، عن الفترة اللي فاتت دي. لكن زمان في الستينات والسبعينات كان نظرة المجتمع للطبيب كانت نظرة تختلف، وكانوا بيسموه الباش حكيم، وكان له دور عالي جدا أو في المجتمع، وله نظرة الناس اللي له في المجتمع كانت تختلف تماما عن دلوقتي. طيب، فبالتالي حضراتكم بإنشاء هذا المجلس وبتحقيق الثلاث حاجات اللي حضرتك قلتها دي، اللي هو التقدير المادي والتقدير المعنوي والتدريب والتعليم الطبي المستمر، حضرتك شايف انه دي اسباب هتقلل نسبة هجرة الاطباء للخارج بنسبة قد ايه يا فندم؟ تأكيد يا فندم، لانه لما يلاقي عائد مادي معقول يعيش بيه حياة كريمة، ويلاقي التقدير ادبي، ويلاقي تدريب طبي مستمر، إلا يخليه إن هو يتغرب ويسيب أهله وبلده. بالتلات أسباب دول أنتوا ضامنين إنه مش هتحصل هجرة للأطباء بره؟ أكيد إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. بشكرك. بالإضافة بقى عشان برضو أكمل المنظومة، اتفضل. لازم أنا أعيد التركيبة بالنسبة لكليات الطب المختلفة. بمعنى؟ يعني أنا بمعنى إن أنا دلوقتي عندي زيادات في كليات الصيدلة. حضرتك اكيد يعني عاصرتي مشكله عدم تكليف الصيادله والمجهود اللي طبعا دي مشكله عشان نحل المشكله كذا سنه. ايوه. طب انا دلوقتي ما انا ابدا افتح كليات، ازود في عدد في الاعداد الطب كليات الطب البشري، واقلل في اعداد الصيادله، اعمل يعني العكس، ما يبقاش عندي اعداد. النهارده بروح الوحده الصحيه الاقي مثلا 50 60 صيدلي وما بلاقيش طبيب، او الاقي طبيب واحد في الوحده، او طبيب واحد لكل كام وحده صحيه. ودي طبعا مأساة كبيره جدا في الوحدات الصحيه في الريف عندنا. أيوة. النهارده الاهالي بيشتكوا وبيعاتبونا احنا حتى كنواب، وبيحملونا المسؤوليه دي في عدم وجود اطباء في الوحدات الصحيه. أيوة. ودي مش مشكلتنا، دي مشكله تراكمات واخطاء سابقه محدش فكر في حلول قبل كده. يعني احنا يمكن اتكلمنا مع وزيرة الصحة ووزيرة التعليم العالي، لازم تقعدوا مع بعض علشان تنسقوا في الحتة دي. نعم نعم نعم. تمام. ده لازم طبعا مع وزير التعليم زي ما حضرتك قلت العالي، على اعتبار انه ما يبقاش فيه قبول، وده هيتم من السنة الجاية، انخفاض عدد المقبولين في او احتياج الصيادلة، النسبة تقل عن كل سنة، وارتفاع الاطباء. مش بس كده، ده انا لازم اعمل دي في القطاع الخاص كمان، في الكليات الخاصه كمان. أيوة. يعني انا الزمهم ان ما يخرجليش كل سنه اعداد، ومجرد بس ان هو يبقى كليه هادفه للربح وياخد منهم فلوس، وبعد كده يطلع يقعد في البيت، ما ينفعش. نعم نعم صحيح. بشكرك يا ست النائب. بشكرك.